متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد، مواصلة لمتابعة الأشغال في ملعب مولود الزروقي في الكاليتوس. هذا الملعب الذي انطلقت فيه الأشغال منذ سنوات عديدة، والآن عملية تسوية أرضية الميدان متواصلة، وهذا من أجل وضع العشب الاصطناعي في الأرضية. كما أشرنا في فيديو سابق، سيتم الاعتماد على العشب الاصطناعي وليس العشب الطبيعي. تم كذلك تجريب الشباك الذي يفصل بين المدرجات وأرضية الميدان. أما في الواجهة الخارجية فما زالت الأشغال متواصلة على قدم وساق، على أن تنتهي مع نهاية شهر أوت المقبل حسب ما هو مسطر لها، ويتم افتتاح الملعب بداية من الموسم الكروي الجديد 2024-2025، أين يمكن لأندية الكاليتوس اللعب في هذا الملعب بكل أريحية. وللتذكير، فإن ملعب الكاليتوس الجديد سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 مقعد، وسيكون بأرضية ذات عشب اصطناعي كما أشرنا له. المدرجات تقريبا كلها مغطاة، يبقى فقط جهة واحدة لم يتم بناء المدرجات فيها، وتبقى هذه الجهة صالحة لبناء المدرجات في المستقبل، خاصة إذا تطلب رفع الطاقة الاستيعابية للملعب، خاصة وأن تلك الجهة يمكنها أن ترفع عدد المدرجات إلى 8000 مقعد. ما نتمناه فقط هو أن تتسارع الأشغال في هذا الملعب وأن ينتهي في الأجال المحددة له، خاصة وأنه عرف تأخر كبير في السنوات الأخيرة الماضية. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر المستجدات فيما يخص ملعب الكاليتوس الجديد وأهم التطورات لهذا الملعب الذي من المفروض أن يتم افتتاحه في بداية الموسم الكروي المقبل. في الأخير إخواني، دائما قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكونوا مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد عن فيديوهاتنا. إلى اللقاء.